استعد الآن لتتعرف على أكثر 10 أحداث وظواهر مذهلة لن تصدق أنها تحدث بالفعل. هل أنت مستعد؟ حسناً، لنبدأ. حرب الويسكي. في شمال القطب الشمالي تقع جزيرة هانز النائية غير المأهولة بمساحة تبلغ نصف ميل مربع. الجزيرة التي لا تمتلك أي ثروات طبيعية ولا يسكنها أحد تعتبر محل نزاع بين الدنمارك وكندا منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. السبب في ذلك النزاع هو وقوع الجزيرة في داخل الحدود البحرية لكلا الدولتين، إلا أن الطريف أن كافة الحروب التي وقعت بينهما لم تتعدى الحروب الكيدية. في عام 1984 قامت السلطات الدنماركية برفع العلم الدنماركي على الجزيرة ولافتة تقول أهلا وسهلا للدنماركيين رفقة زجاجة براندي. بعدها جاءت القوات الكندية إلى الجزيرة ورفعت علم كندا ولافتة تقول مرحبا بك في كندا رفقة زجاجة مشروب تيدي الكندي. اشتهرت الواقعة بعد ذلك بحرب الويسكي. الحجارة الشراعية بوادي الموت. يعد متنزه وادي الموت الوطني الواقع شرق سلسلة جبال سييرا نيفادا بين كاليفورنيا ونيفادا من أغرب المناطق على وجه الأرض، فهو يعتبر أكثر مناطق الأرض سخونة وأقلها ارتفاعا عن سطح الأرض، ولكن الأغرب هو تحركات الحجارة الموجودة به والتي تشبه كما لو كانت مراكب شراعية تتحرك ذاتيا وتشق مضمارها في الرمل بحركاتها المذهلة. في عام 2014 تمكن المتخصصون لأول مرة من رصد حركة تلك الحجارة بالتصوير الفوتوغرافي، وبناء عليه تم استنتاج أنها تتحرك بذلك الشكل الذاتي المحير بسبب التوازن المثالي بين الماء المثلج والرياح في تلك المنطقة. سباق جبن غلوستر الجبن الإنجليزية. قطعة من الجبن الإنجليزي بوزن 9 أرطال يتم إطلاقها لتتدحرج من أعلى التل، ثم يقوم المتسابقون بالتنافس حول من يمسك بها أولاً. تماماً كما سمعت، تلك المسابقة الغريبة يتم تنظيمها على تل كوبر بغلوستر بإنجلترا، ويأتي إليها مئات المتسابقين بشكل متواصل. الأمر يبدأ بدحرجة قطعة الجبن من أعلى التل لأسفله، فتنزلق بسرعة رهيبة لأسفل. بعدها يبدأ المتسابقون بدحرجة أجسادهم بشكل خطير من أعلى التل شديد الانحدار، الأمر الذي يصيب العديد منه بإصابات بعضها خطير. كريس أندرسون يعد البطل التاريخي لتلك المسابقة الفريدة، حيث فاز بها 21 مرة في آخر 14 عام. الطريف أنه لم يتذوق جائزته قط. لما ذلك؟ لأنه ببساطة لا يتناول سوى الجبن الشيدر. هل تمزح معي؟ إصبع الجليد القاتل. تلك الظاهرة الغريبة التي تشبه الإعصار ليست إعصاراً بالمعنى الحرفي، حيث تدعى ظاهرة برينكل، وهي تحدث تحت سطح البحر، حيث تنشأ من قمة جليد البحر وتبدأ بتجميد عمود أفقي من الماء بالتدريج، يبدأ بدوره في الغوص في عمق البحر ويقوم بقتل كل الكائنات البحرية القريبة من قاعدته مثل قنافذ البحر ونجم البحر وغيرها. إنه حقا الجمال القاتل. مهرجان الطماطم. لا توماتينا هو مهرجان إسباني يتم تنظيمه بشكل سنوي ويحظى بشهرة عالمية واسعة، حيث ينزل حوالي 40,000 شخص كل عام في شوارع بلدة بونول الصغيرة في فالنسيا بإسبانيا، ويبدأون بتراشق حبات الطماطم. بدأ الأمر في 40ينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1945، عندما قامت مجموعتان من الأشخاص بقتال بعضهما البعض عن طريق تراشق حبات الفواكه والخضار التي كانت موجودة في المحلات حولهم. في العام التالي أعادوا الكرة في نفس الموعد عن قصد لتعميم الواقعة وتحويلها لاحتفال، وبالفعل بدأ الأمر يتكرر سنوياً إلى أن تم تجريمه في 50ينيات، ثم سمح به من جديد بعد 4 سنوات. اليوم لا زال ذلك المهرجان قائماً ويتم تنظيمه سنوياً لمدة ساعة كاملة يتراشق فيها الأشخاص بأكثر من 150,000 حبة طماطم طازجة، أي ما يعادل 40 طن. ما هذا الجنون؟ باب جهنم. تقع حفرة ديرويز الملقبة باسم باب جهنم في صحراء تركمانستان. بدأت قصتها عام 1971 عندما تم إضرام النيران بها بهدف تفادي انبعاث أي غازات سامة منها، إلا أن المفاجأة أن الحفرة ظلت مشتعلة ومتوهجة بالنيران حتى يومنا هذا. الحفرة يبلغ عرضها 230 قدم وبعمق أكثر من 60 قدم، تقع في إحدى حقول الغاز الطبيعي في محافظة آها في تركمانستان، وهذا هو سبب بقائها مشتعلة منذ ذلك الحين.
المستكشف الكندي جورج كورونز بات الشخص الوحيد الذي يغامر ويدخل تلك الحفرة، وكان ذلك العام الماضي عندما قامت ناشونال جيوغرافيك ببث رحلته الجنونية تلك التي كان يسعى من خلالها أن يتعرف على طبيعة التربة لتلك الحفرة بهدف معرفة السبب الحقيقي وراء اشتعالها طيلة تلك السنوات. مهرجان نادام منغوليا. في العاصمة المنغولية أولان باتور يقام في منتصف يوليو من كل عام مهرجان نادام منغوليا الشهير الذي يعد من أشهر مهرجانات البلاد. حوالي 1000 خيل مزينة بالزي المنغولي التقليدي و512 مصارع بالتمام في زي أسلافهم يبدأون بنشر مراسم الاحتفال بتاريخ أسلافهم العريق. في تلك الفعالية يتم تنظيم العديد من الأنشطة كالغناء وعروض المصارعة وإطلاق النار وغيرها، ويقال أنه كان موجوداً منذ أزمنة بعيدة ولكن بشكل مختلف، حيث كان يوماً عسكرياً للاستعراضات والمسابقات الرياضية والتدريب على القتال، إلا أنه بعد ثورة الشعب المنغولي واستقلال منغوليا تحول إلى فعالية احتفالية تظهر العديد من مظاهر الثقافة المنغولية العريقة. صواعق كاتاتومبو. صواعق كاتاتومبو أو العاصفة الأبدية كما يسميها السكان المحليون هي واحدة من أشهر ظواهر البرق خطورة وغرابة في العالم. تحدث تلك الصواعق في فنزويلا نتيجة التقاء نهر كاتاتومبو ببحيرة ماراكايبو، ولكن بأي معدل يا ترى؟ 260 عاصفة برقية تضرب البلاد يومياً بواقع 500 ومضة لكل ميل مربع على مدار العام، الأمر الذي يجعلها أكثر خطورة من صواعق الولايات المتحدة القاتلة، حيث يبلغ مصابي صواعق البرق هناك سنوياً من 3 أضعاف عددهم في الولايات المتحدة. الجيد أن السكان المحليون والصيادون اعتادوا الأمر هناك، حتى أنهم يسكنون على سواحل البحر فيما يعرف بمجتمع كالافيتوس، وهو عبارة عن أكواخ الصفيح بغرفة واحدة تتسع لشخص واحد فقط. هجرة الفراشات الملكية. الفراشات الملكية هي فصيل مميز من الفراشات اسمه العلمي داناسوس بليكسيبوس، وتمتاز برحلة هجرة مميزة للغاية وخلابة بشكل لا يصدق. في الفترة من الصيف وحتى الخريف تبدأ تلك الفراشات بالهجرة عبر الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا أو المواقع الجبلية في وسط المكسيك في واحدة من أروع الظواهر الطبيعية في العالم، والتي يندر أن يتم التقاطها بالكاميرات. لحسن الحظ في تلك الرحلة نجح أحد المتابعين لتلك الفراشات بتصوير مقطع كامل عبر كاميرا موضوعة في طائرة مسيرة على شكل طائر طنان. المقطع أظهر أكثر من 500,000 فراشة نائمة بجانب بعضها البعض في أعماق جبال المكسيك، وبمجرد أن بدأت درجة الحرارة بالارتفاع فوق الحد المناسب لها بدأت بمغادرة موقعها على شكل أسراب متناسقة من مخلوقات غاية في الروعة والجمال.